اهلا وسهلا البنات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كي راكم مع هاد السخانه وهذا الجو؟ اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده، واللي هي هاد الحلوه ديليس اونوا. تجي تهبل بزاف، تجي حلوه راقيه وبنينه بنينه بزاف، وان شاء الله تجربوها وتخليوا لي رايكم فيها. حلوه تجي بالجوز والشوكولا والعسل، تجي لذيذة 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 بزاف. ولي أول خطرة تشوف قناتي، إن شاء الله ما تنسانيش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصل بكل جديد، ونمشي مباشرة إلى المقادير وطريقة التحضير. نحتاج لهنا عندي 150 غرام تاع الزبدة تكون بحرارة الغرفة، حبة تاع البيض كاملة، زوج مغارف كبار تاع السكر، وزوج مغارف كبار تاع العسل، ومغرفة كبيرة تاع المايزينا، ومية غرام تاع الجوز، ولهنا مغرفة صغيرة تاع لافاني، ولهنا مية غرام تاع الفارينة، ورشة تاع خميرة كيميائية، وهذا المول تاع المهرز. هذا المول تاع المهرز اللي رايحة نخدم به هاد الحلوة، يعني ما نخدموش به غير داك الكاطو تاع المهرز، نبدلو شوية. نجيب هادوك زوج مغارف كبار تاع السكر ونزيدهم على الزبده ونطلعهم مليح حتى الخليط يبيض ويتجانس مع بعضه كيما هكذا، ونحبس ونزيد عليه هذوك الزوج مغارف كبار تاع العسل. ناكد لكم على العسل، تعطيه واحد البنه كي يطيب يجي بنين 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 بزاف، وما يجيش حلو بزاف، يجيش حلو هذا الكاطو، يجي مليح على مو. ونزيدو هذيك الحبه تاع البيض، يعني هذه كمية قليلة تخرجت لي 10 حبات هذا ما كان. ولهنا نخلط هكذا مليح بالباطيخ كيما هكذا، نخلط نخلط، ونزيد هذيك المغرف صغيرة تاع لافاني، والمغرف كبيرة تاع المايزينا اللي تخلي الكاطون تاعي يجي هشيش بزاف بزاف. ونزيد هنا 100 غرام تاع الجوز، يعني الكميه اللي تكون عندك متواجده، ماشي شرط 100 غرام جوز. ناكد لكم تحمصوه مليح، كي نحمصوا المكسرات يزيدوا يخرجوا هذيك البنه تاعهم ويعطيو بنه شابه. ولهنا زدت 100 غرام تاع الفارينه ورشه تاع الخميره كيميائيه، ونخلط مليح هذا الخليط هكذا بالباتور حتى يولي لي، شوفوا كيفاش يجي، ماشي عجينه يعني، يجي هكذا بهذا القوام. ولهنا المول تاع المهرز نرشه بشويه تاع الفرينه باش نتاكد ما يلصقليش، ونبدا نعمر. حلوه راقيه وبنينه بزاف، اكيد تكون بنينه بالجوز والعسل، ونزيدوا لها الشوكولا، يا سلام شهيتكم فيها، تجي تحمق. كما قلت لكم هذه الكميه خرجت لي 10 حبات. نعمر نعمر، نخلي غير واحد شويه من فوق خاطر فيها الخميره كيميائيه باش تخمر وتجينا الحبه سوا سوا، ما نعمرهاش بزاف حتى تفيض، يعني شوفوا كيفاش هكذا نعمرها، ماشي بزاف بزاف، يعني تجي هاد الحلوه كشغل ماشي كاطو ساك، ولا تجي طريه كما نقولوا، تجي طريه، تجي شابه للقهوه، ولا حتى في رمضان للسهره يجيو عندك الضياف ديريها لهم، تجي تهبل تحمر الوجه كما راكم تشوفوا. انا راني نعمر فيهم هكذا، نضغط بالمغرف هكذا حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي، يعني ماشي خصك كميه كبيره تاع الجوز، راكي شريتي 20 جوز وانتي درتي كاطو شبر، كاين اللي يدير لك السبه تقول لك الجوز غالي ومنه والكاطو هذا ما نقدرش نديره، ولا غير 20 جوز وانتي درتي لافير. والله هذه هي دروك، انا راني نعمرهم كامل حتى نكملهم، ولهنا بعد ما كملتهم ندخلهم يطيبوا على درجه متوسطه. ناكد لكم ما تحمروهمش بزاف بزاف، غير واحد شويه يطيبوا مليح ويحمروا غير شويه كيما هكذا، انا فوتت لهم شويه في الطياب، وانتم ما تحمروهمش بزاف، شوفوا كيفاش يجيو طريين ويزولوا من المول بسهوله.
والتزيين نحتاج كمية تاع الجوز والهنا الشوكولاتة اللي طالع. انا استعملت هذه غوتيلا تاع الوجدان تاع البندق، واش نحكي لكم على البنة تجي بنينة بنينة بزاف. هذه راها صبتها بروموسيون، هي دي 50 ميل، انا صبتها عندها واحد المحل في تلمسان ب 20 ميل شريتها، بنينة بزاف بزاف. والهنا عمرتها هكذا في لابوش وراني زين قدامكم بهذه الطريقة، نرفد الحبة وندير بهذا الشوكولا ونرفد حبات تاع الجوز ونحطهم هكذا من فوق. هذا هو التزيين، يجي شباب شباب بزاف وراقي. النوعية اللي تكون عندكم تاع الشوكولا ديروها هكذا، نعمر كامل هذاك الوجه بالحبات تاع الجوز. يا سلام دي شباب بزاف. شوفوا تقدوا حتى تخليوها هكذا بلا ما تعاودوا ديروها الكلاص على الشوكولا، تجي في المنظر شابه. دوك نزيد نوري لكم كيفاش ندير لها الكلاصاج بشوكولا. نزيد نخدم معاكم واحد اخرى، نرفد لابوش وندير على الوجه كيما هكذا. انا اختاريت هذا التزيين باش يجي شباب ويجي بنين تانيك، ماشي التزيين اللي يجي بنين. يعني درت الشوكولا اللي طلع من تحت ومن بعد نزيد فوقها هذيك الشوكولا تاع الكلاصاج، يجي شابه بزاف. وهنا كيما قلت لكم هكذا نحط الحبات تاع الجوز بهذه الطريقه، طريقه سهله. ولهنا بعد ما كملتهم هامادو، شوفوا حتى هكذا ويجيو شابين. لهنا كنت ذوبت الشوكولا بالحليب، ذوبتها هكذا ودروك رايحه نغطس فيها هاد الحبات تاع هاد الكاطون تاعي. شوفوا بهذه الطريقه نفد حبه نغطس غير الوجه نتاعها، تجي شابه في المنظر، تجي شابه بزاف، تجي هميه كيما نقولوا. ونقطرها مليح ونحطها بهذه الطريقة، راني نقلاصي فيها كيما قلت لكم. تبغيو تخليوها هكذاك غير بالجوز والشوكولات والشوكولاتة عفوا اللي طالع هكذاك، ولا تزيدوا لها هذا الشوكولا تاع الكلاصاج حتى هكذا وتجي شاب. انا دروك رايحه نكملهم كامل بنفس الطريقه، وناكد لكم باش ديروا الشوكولا اتختيني تكون الكاطو تاعكم يكون بارد بيان سور باش ما تذوبناش الشوكولا. رايح نكملهم ونولي لكم في التالي تشوفوا النتيجه النهائيه. وهذا هو، هذه هي النتيجه النهائيه، وشوفوا الحلوه تاعي كيفاش جات شابه وجات تهبل، لا في المنظر ولا في المذاق، تجي بنينه بنينه بالبزاف. حليت لكم هنا حبه تشوفوها كيفاش تجي من الداخل، تجي شابه. شوفوا كيفاش هذيك الطبقه تاع شوكولا والجوز والحلوه، فيها الجوز من الداخل والعسل. يا سلام، واحد البنه شهيتكم فيها بالصحه ان شاء الله، وتجربوها وتخليوا لي رايكم فيها. وهذه هي وصفه اليوم، ونشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.